وتقول لك ايه بقى؟ لا معلش انا حاسه ان البرجين بتوعنا مش ماشيين مع بعض. فانا اسفه مش هينفع معلش. بجد والله متسلطه. اه طماعه. في منهم كتير قوي. واللي ما عندهاش بقى شخصيه خالص يعني ما فيش. برضه في منهم كتير قوي. شكرا. هضحكك اخر واحده قابلتها رحت اتقدم لها امي قالت لي روح لها وبتاع. فرحت. اكتشفت في الاخر بقى ايه؟ انها بتاكل مشابك غسيل. يا سلام بجد يعني ضايعه تماما. مشابك غسيل؟ ازاي؟ مش عارف ما فهمتش اي حاجه وبقول لامي ما صدقتنيش كمان يعني كمان. يعني انت طلعت زميل في الاخر. نسخه طبق الاصل بس شيلي تاء التانيس. ممكن اقول لك على حاجه؟ انا كرهت موضوع جواز الصالونات ده اصلا. أنا قررت إن أنا عمري ما هتجوز حد بالطريقة دي أبداً. عندك حق. صعب أوي برضه جوازة وحياة كاملة تتبني على تقسيمة عفش. مين اللي هيجيب الستاير؟ طب والسجاد؟ لو متفقين يبقى مبروك. تصدق على ستاير وسجاد حاجة فظيعة. لا 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 أنا كده مبسوطة والله. هو ناجحة وبشتغل وعايزة أعمل مليون حاجة تانية مش بالضروري يعني أتجوز بسرعة زي ما هم عايزين صح؟ بس إزاي بقى؟ إزاي أفلت من المصيادة بتاعت طنط حشرية وأنكل ديسكو وماما إيه يعني إزاي؟ إزاي أفلت؟ من وجهة نظرهم هم بيعملوا اللي في مصلحتك ما بيجيش على دماغهم خالص بقى إن ده ممكن يخليكي مجنونة رسمي بجد. أنا عارفة بس يسيبونا في حالنا. هو الظاهر إن المشكلة دي ملهاش حل فعلا بس صدقني ممكن يبقى ليها حل وحل منطقي جدا كمان. الو لولو وحشيني روح قلب ماما ازيك يا علا؟ احنا متضايقين يا حبيبتي من ساعة ما سبتينا والله ده البيت وحش وضلمة وهادي أصلي قصدي بايخ يعني مفيش صوت فين أيام زنك ونمش قصدي يا حبيبتي قصدي إن أنت وحشتينا وخلاص طمنيني أنت كويسة أخبارك إيه؟ لا لا أنا بخير الحمد لله كويسة أنا بس كنت عايزة أقول كنت عايزة أقول لك على خبر كده هيفرحك وهيزعلك في نفس الوقت. ماما انا عايزاكي تمسكي اعصابك كويس؟ لا ما تقلقيش ماما انا اتخطبت. ماما يا ماما 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 انت مش سامعاني ولا ايه بقول لك اتخطبت؟ اخيرا اهو اخيرا ها؟ ماما